صباح الخير مشاهدينا، وحياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي اليومي برنامج في الضحى. صباح المشاهدين وصباح الزميلة محمد الحمادي. صباح الخير عليك الزميلة حنين، وأيضا على كل من يشاهدنا في هذه اللحظات. يوم إن شاء الله يكون سعيد ويوم ممطر، يا رب دائما نمطر أنفسنا بالخير، يعني أيضا نعيش في وطن دائما أيضا يقدم لنا الأشياء اللي تسعدنا وتضيف لنا شيء جميل. صباح يوم جديد على أمل أنه يكون دائما في خير وفيه أمل وتفاؤل. نعم، صباح الأجواء الجميلة مع هذه الأمطار والأجواء الحلوة نبتدي صباحنا. ونقول لكم الإيمان والثقة في النفس حاجة رهيبة. لما تؤمن بنفسك راح تكون شيء كبير في حياتك، راح تنجح، راح تحقق اللي تبي. الإيمان بالنفس يولد النجاح والثقة والاستمرارية طبعا في المحاولات مهما كان السقوط، شيء مهم جدا. آمن بنفسك، عيش حياتك صح، افرح بنفسك بأي شيء حققته في حياتك، حتى لو كنت انت تشوفه شيء بسيط. صحتك، محبة البعض لك، أمانك في منزلك، يعني هذه الأمور انظر لجماليات حياتك حتى لو كانت بسيطة واشكر الله دائما عليها. يعني الحمد لله احنا عايشين في نعمة، في أمن، في أمان. هذه الأمور بحد ذاتها نعمة كبيرة دائما لابد أن نشكر الله عليها بلا شك الزميلة حنين. لكن ودي أسألك، يعني هل رغم وجود كذي تغيرات وفي كثير من الأمور اللي ممكن تطري علينا، ممكن سواء نطبقها على حياتنا علشان تكون حياتنا أكثر بساطة، مرت عليك لوحة، يعني لوحة ما فيها إلا عناصر بسيطة وسادة وتباع بالمقابل بملايين المبالغ؟ صح. يعني الأعمال الفنية والفن بحر، تحصل فيه أشكال الأعمال والألوان والرسومات. حالياً إحنا نحب كل شيء بسيط. صح. في زمن البساطة، فأكيد في مر علي مجموعة من اللوح تمتاز بعناصرها البسيطة والضيف على فكرة جمال كبير للمكان اللي أنت موجود فيه. لو بنتكلم من ناحية اللوح والأعمال الفنية، يعني سادة وما فيها إلا عناصر بسيطة، ممكن تكون شخطة. ما هذا اللي بوصله، هو فن فعلاً، هو فن، وعلينا إن إحنا نطبق هذا الفن. اسم الفن المينيماليزم، معناه البساطة والاعتدال. هو فن ازدهر في الستينيات، تؤمن من خلاله الأشخاص اللي يحبون هذا الفن وأعماله، يعتمد على البساطة ويستغني عن التفاصيل الإضافية وغير المفيدة، وأصبح في المقابل أسلوب حياة الكثير علشان يحسن نمط حياتهم. يعني لو بتسألون شلون، أنهم يحددون أيضا الأشياء الأكثر قيمة وأهمية بالنسبة لهم، ويحددون أيضا عناصر حياتهم. بالتالي لما تطبق هذا الأمر راح يضيف قيمة وسعادة بالنسبة لك. بهذه الطريقة يمكنك أن تحدد أولوياتك. طبعا لما تعرف أولوياتك راح تتمكن من فهم فوائد توفير مساحة في حياتك لما هو طبعا ضروري. الأشياء الضرورية دائما حطها هي أول أولوياتك. صح. ومن بعدها الأشياء الجانبية أو الثانوية. حافظ أيضا في المقابل على الأشياء اللي تضيف لك قيمة لحياتك واللي تحتاجها بالفعل وتحبها. تخلص من الأشياء اللي نسيتها تماما، كالأشياء غير المجدية أو الأشياء اللي اعتادت أن تعني شيئا ما بالنسبة لك، ولا يعني لكنها لم تعد كذلك اليوم. كن ممتنا بما لديك بالفعل. اسأل نفسك ماذا تريد أن تحقق في حياتك بدلا من ما تريد أن تمتلك. تذكر دائما بأن الأقل هو الأكثر. لما ركز على الأشياء البسيطة تنعكس على حياتنا. اليوم احنا نحتفل ايضا في المقابل يعني ببعض الامور، لكن صحيح قد تكون هناك ازمه، ولكن تجعلنا متماسكين كاسره. اعتقد هي وسيله ان احنا ننظر لانفسنا وننظر للاشياء او الاشخاص اللي حولنا. على سبيل المثال الاسره اليوم لما تكون يعني مترابطه، صحيح ممكن تكون اكثر من بيت، لكن ممكن يتواصلون عن طريق وسائل كثيرة. صحيح. أول شيء إحنا قاعدين نتكلم الحين، دخلت على موضوع الأسرة، طبعاً يوم يصادف اللي هو يوم الأسرة في قطر. بالإضافة أنت ذكرت على نقطة إن لا تفكر بالأشياء اللي تبي إنك تمتلكها. أنت تقدر تمتلك كل شيء، ولكن إذا رتبت أولوياتك وإذا كان عندك عزيمة وإصرار وإذا أول شيء كنت مقتنع باللي أنت تمتلكه، الله إن شاء الله بيزيدك أضعاف وأضعاف. على طاري الأسرة، إيش رأيك تكون تحيتنا الصباحية عن الأسرة ويوم الأسرة في قطر؟ تحيتنا الصباحية. تحتفل دولة قطر في 15 من شهر أبريل من كل عام بيوم الأسرة في قطر، حيث انبثقت فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر على هامش
مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004. واقترح المجلس يوم 15 أبريل من كل عام للاحتفال بهذا اليوم ومن خلال رعاية الأسرة بجميع فئاتها ودعمها وتخصيص يوم من كل سنة للاحتفال بها، وتقام سنوياً العديد من الفعاليات والأنشطة والندوات التي تنظمها مختلف المراكز والجهات المعنية. والاحتفال في هذا اليوم في قطر هدفه التأكيد على الأسرة ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم وتنمية البناء الأسري في إطار رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. طبعا وهذا العام تحتفل ونحتفل بيوم الأسرة في ظل ظروف استثنائية نعيشها وسط إجراءات احترازية يتخذها العالم أجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط طبعا نداءات عالمية تؤكد على ضرورة الالتزام بالبقاء في البيت وأهمية التماسك الأسري. طبعا أحسنت قطر صنعا بتخصيص يوم الأسرة القطرية باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، فأي مجتمع بالأسرة والأسرة طبعا بدورها تبدأ بالفرد الذي يكون له وجود إلا من خلالها. الترابط الأسرة الصغيرة وتماسكها ينعكس طبعا إيجابا على ترابط المجتمع ككل، وترابط المجتمعات وتماسكها ينعكس على البشرية بكاملها. بلا شك الأسرة مهم جدا وجودها اليوم وترابطها في المقابل عن طريق وجود وسائل كثيرة، أن احنا يعني نجعل الأمان موجود في هذه الأسرة لأسباب كثيرة. ليش؟ لأن هي الأصل، هي اللي تعود لها في المقابل. أعتقد أنه ممكن أيضا نؤمن الأسرة بحيث تعيش في أمن وأمان وما نفقد أحد أو ما يمرض فينا أحد يا رب العالمين. يعني نحاول نركز أيضا على الجانب الجميل منها، ونحاول نكون دائما مترابطين عن طريق الأم والأب، كلنا يقوم بدوره. يعني لا يقع عاتق الأسرة أو مسؤولية الأسرة على شخص واحد فقط، ولكن بالعكس أعتقد أنه ممكن أن احنا نتواصل. نعم. نجدد علاقتنا بشكل أكبر عن طريق السوالف، عن طريق أمور كثيرة. نعم، تتوزع المهام طبعا بالتأكيد، ويكون الكل متعاون، الأب له دور، الأم لها دور، والإخوان والأخوات كذلك لهم دور. والأهم من هذا كله حاليا مع الأزمة والوضع الراهن لابد أن الأسرة تكون مترابطة، حريصة على بعض، تدعم بعض، تشجع بعض، تعين بعض، وتعاون بعض. لأن صح. الجوانب اللي احنا قاعد نمر فيها حتى الجانب النفسي، ترى الزوج والزوجة والأبناء لازم يكونون مؤثرين على بعض على أساس أن هذه الأزمة نقدر أن احنا كلنا نتخطاها ونعديها على خير. بلا شك، وأكيد احنا تعودنا مع بداية كل صباح أن احنا نوجه تحية صباحية، وأيضا بنشوف بالنسبة لأخبارنا المحلية. ودي أسأل زميلتي تماضر الحر، شلونك اليوم وشلون الصحة؟ صباح الخير يا محمد، والحمد لله الصحة تمام. الصوت شوي لك عليه، لكن الصحة تمام، اللهم لك الحمد. احنا دائما بصحتنا ورعايتنا واهتمامنا بأنفسنا، ودائما ما في أثمن من الصحة بكل تأكيد. وبما أنكم تكلمتوا عن موضوع الأسرة القطرية، أجمل تحية صباحية لكل الأسر في دولة قطر، مواطنين ومقيمين. تذكروا دائما أن احنا لبعض، وإحنا كلنا تحت أسرة واحدة اللي هي قطر. في النهاية أسرتي الصغيرة هي النواة، هي الجزء الصغير من هذا المجتمع، من هذه الأسرة الكبيرة اللي أنشئت عشان تكون متماسكة متعاونة، وبكل تأكيد تشد بعضها البعض. إحنا دائما مسؤولين عن بعض، لذلك إحنا دائما نكرر ونقول إن سلامتك هي سلامتي، لذلك صحتك هي صحتي، لذلك الشيء اللي يزعجك بالتأكيد يزعجني، وأي مشكلة في أي مكان كانت أو في كل أي أسرة كانت داخل قطر فهي مشكلتي أيضا. لذلك إحنا دائما نقول اخذوا هذه الفرص، كونوا أسر متماسكة. نعم تحدث الخلافات، ونعم يحدث إن إحنا نختلف بالرأي، لكن تذكروا دائما إذا ما كان أخوي جنبي، إذا ما كانت أختي جنبي، إذا ما كان أمي وأبوي سقف هذه الأسرة، من راح يكون؟ بكل بساطة إحنا قادرين ندور العديد من الأسباب للاختلاف، لكن دائما ابحث عن الجانب الإيجابي، ودائما تنازل شوية. يمكن في كثير من الأحيان أنت تعرف إن أنت مو غلطان أو مو أنت السبب في القطاعة، لكن تذكر إن في النهاية إحنا من؟ أنا من؟ أنا بكرة رايح وهم رايحين، إحنا نبي الذكر الطيب، ونبي نقول إن إحنا موجودين لبعض دائما، والله إن شاء الله دائما يجمعنا على الخير وعلى المودة والاحترام.
سألنا عن أخبار هذا الصباح، فراح نبتدي معاكم في جريدة الوطن. إلزام القطاع الصحي الخاص بإيقاف بعض الخدمات غير الطارئة، حيث أصدرت وزارة الصحة العامة تعميماً للمنشآت الصحية الخاصة في الدولة بإيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة. وتضمن التعميم إيقاف تقديم الخدمات الطبية بعيادات الأسنان والجلدية والليزر وجراحة التجميل والعمليات الجراحية مع استثناء الحالات الطارئة. كما تضمن التعميم كذلك إيقاف خدمات مراكز الحمية والتغذية وعيادات العلاج الطبيعي والطب التكميلي البديل بأنواعه المختلفة. وكانت وزارة الصحة العامة قد أصدرت في وقت سابق تعميماً يلزم المنشآت الصحية في القطاع الخاص برفع درجة التأهب والاستعداد للعمل مع وزارة الصحة العامة إن دعت الحاجة. يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ولضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. إحنا دائماً نشوف أن القطاع الخاص هو ملازم للقطاع العام في كل المناسبات السعيدة، ما شاء الله عليهم يبذلون الكثير سواء المادي أو المعنوي للاحتفال والسعادة ونشر التعزيز والولاء والانتماء لهذا الوطن. الآن الحاجة أكبر لهذه الجهات، إحنا محتاجين للكوادر الطبية لأمر أكبر، إحنا محتاجين للأدوات والمستلزمات سواء من كمامات أو حتى من قفازات وغيرها من هذه الأدوات، وأيضا الأجهزة اللي موجودة في القطاع الخاص، لأن الآن إحنا في موضوع صحتك هي صحتي وسلامتك هي سلامتي. لذلك القطاع الخاص والقطاع العام هو في النهاية يكملون بعضهم، وهذا اللي عهدنا بشكل دائم منهم. لذلك احنا نتمنى استمرار هذا الأمر، وأجمل تحية لكل رجال الأعمال القطريين والمقيمين الموجودين في قطر وأصحاب هذه المنشآت اللي دائما ما يقصرون في دعمهم الدائم لدولة قطر والقطاع العام. أما عن خبرنا التالي فهو من جريدة الراية. تنبيه، هي منصة لرصد الأخبار المزيفة عن كورونا، حيث كشف الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر عن تصميم منصة تحمل اسم تنبيه، مهمتها كشف الأخبار المزيفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالإضافة إلى تطبيق متعدد اللغات لمساعدة المصابين بأعراض الفيروس. وقال الدكتور المقرمد في حوار مع الصحيفة إن المعهد يعكف حاليا على القيام بالبحوث المتخصصة عبر 3 منصات مختلفة جميعها من تطوير المعهد، وهي منصات الريان وتنبيه وصقر، موضحا أن منصة الريان توفر إمكانية المراجعة المنهجية للباحثين والكتاب في قطاع الصحة والبحوث، في حين أن منصة تنبيه تعمل بالتزامن مع تقنية صقر التي طورها المعهد بهدف تحليل المحتوى والبيانات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأخص تويتر، وإلى جانب تتبع الأنماط المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بكوفيد-19، حيث تتيح المنصة إمكانية إعداد التقارير والنتائج ذات الصلة للجهات الحكومية. ومن خلال هذه المنصات أيضا يصبح الكشف عن الأخبار المزيفة ممكنا عبر وسائل الاتصال المختلفة والوسائط الاجتماعية. يمكن هذه دعوة لكل المصممين المبتكرين وأيضا مطوري البرامج، الآن نحن بحاجة لإسهاماتكم، خاصة أن كل شيء صار عن بعد وكل شيء صار عن طريق التطبيقات. لذلك هني دوركم، إحنا محتاجينكم في هذه الفترة أن تطورون البرامج وتصمموا من البرامج في النهاية لخدمة الجهات العامة أو حتى الخاصة. في النهاية إحنا كلنا نكمل بعض، إذا عندك هذه الموهبة إذا عندك هذا العلم فهذا الوقت للاستفادة منه، خاصة أن إحنا كنا دائما نقول أن إحنا ما عندنا وقت أن إحنا نصمم أو ما عندنا وقت نفكر أو ما عندنا وقت للأبحاث. الآن هو الوقت المناسب، أغلبنا يعمل عن بعد، لذلك عندك متسع من الوقت لاستثمار وقتك بشيء مفيد لك وأيضا لوطنك وأيضا للمجتمع، لأن في النهاية أنت عندك موهبة قد تكون ما صقلتها بسبب عدم وجود الوقت. الآن مهاراتك هذا الوقت للاستفادة منها وأن تفيد فيها غيرك. أيضا هذه رسالة للجميع بعدم تداول الأخبار إلا بعد التحقق منها. كل الوزارات، كل الهيئات، كل المؤسسات عندها حسابات على برامج التواصل الاجتماعي، قادر بكل بساطة أن أنت تسألهم راح يردون عليك بنفس الوقت. لذلك قبل لا تتبادل هذه الأخبار خاصة عن طريق الواتساب اللي الكثير من الناس تتبادل عن طريق الأخبار لكن بدون ما تتحقق منها، مدام شكيت بالخبر أو استنكرت على نفسك أو حسيت أنه هو شيء غير معقول، وحتى لو ما حسيت
حاول ان انت تتاكد، خل مصداقيتك قبل كل شيء، ما في سبق صحفي خاصه في الاخبار اللي راح تاثر عليك وعلى مجتمعك وعلى بلادك ايضا، لذلك دائما تحرى الدقه لان انت مسؤول، وايضا المنصات اللي قاعد تستخدمها عليك ان انت تستخدمها بمسؤوليه. لا تنسى ان في عقوبات ايضا قانونيه على تبادلك وتناولك لهذه المعلومات والاشاعات اذا كانت خاطئه، فانتبه لتصرفاتك انت مسؤول عنها، وما تدري قد يكون هذا الخبر اللي انت تداولته وصل لشخص ما، لا قدر الله كان في اسماء لاشخاص، فرضا كانت الاسره ما تدري عن هذا الخبر، فرضا كان الخبر قد يؤذي بعض الاشخاص نفسيا او يسبب الهلع او الخوف، ليش تكون المسبب لهذه الأمور؟ تأكد من الوزارات، تأكد من الهيئات، تأكد من المنصات الرسمية والأساسية اللي وجدت لذلك، بعد ذلك تقدر تتبادل الخبر بكل سهولة ويسر، فقط اقتبسه من الأماكن والمصادر الموثوقة. أيضا خبرنا التالي راح يكون بإذن الله من جريدة العرب، حيث جامعة قطر تفتح التقديم الإلكتروني لخريف 2020. أعلنت إدارة القبول بجامعة قطر فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2020 لمن استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول للطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية. وأكدت الإدارة أن التقديم سوف يستمر حتى 11 من يونيو المقبل عبر موقعها الرسمي، لافتة إلى أن قائمة الكليات المتاحة للقبول وفق النسب والمعايير تضم الأدب والعلوم، الهندسة والإدارة والاقتصاد والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية والتربية والعلوم الصحية بنسبة 70%، كما أوضحت أن نسبة القبول بكلية الطب وطب الأسنان تصل إلى 85%، وفي كلية الصيدلة تصل إلى 80%. ومن المقرر الإعلان عن قرارات القبول في فصل الخريف يوم 26 من يوليو المقبل بإذن الله، كما أوضحت الإدارة أن القبول في جامعة قطر يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين على أن يتم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية، لا يعني قبول الطالب على الرغبة الأولى، إنما راح يتم القبول وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة. نصيحة لكل طلابنا، اختر تخصصك بعناية، هذا هو مستقبلك. نعم، شاور الأهل، شاور الأصدقاء، شاور الزملاء، حتى لو كانوا أصدقائك في الدراسة أو زملائك اللي الآن موجودين معك على صف الدراسي، لكن لا تنسى أن هذا مستقبلك اللي بإذن الله راح يحدد تخصصك، اللي بإذن الله راح يحدد وظيفتك. 8 ساعات راح تقضيها في وظيفة قد تكون ما تحبها، ليش؟ لأنك اخترت خطأ. احرص على أن أنت تختار صح، لأن في النهاية هذا مستقبلك. ما فيها أي مشكلة لو سألت وتساءلت ورحت زرت المرافق، مثلا أنت حاب تخصص معين، روح زور الناس اللي كانت ماخذها التخصص في وظائفها، اسألهم عن وظائفهم. في كثير من الأحيان نكون إحنا نتيجة لتأثر المجتمع والناس اللي حولنا، لا يعني إذا كان أبوي دكتور فأنا لازم أطلع دكتور، أو إذا كانت أمي مهندسة فأنا علي أني أنا أطلع مهندسة، علي أني أنا أختار التخصص اللي أنا أشوف نفسي فيه وراح أبدع فيه وراح أنمي مهاراتي فيه وأيضا راح أفيد بلادي. أيضا من الجميل لو أني أنا أطلع على متطلبات الدولة، حلو أني أنا أفهم توجه بلادي وين رايح، وين هي التخصصات المستقبلية، وين التخصصات اللي قادر أني أنا أثبت نفسي فيها وأقدر أني أنا أرتقي فيها بشكل أسرع. يمكن عندنا فائض من بعض الوظائف، ليش تروح لوظيفة أصلا في الكثير من الناس عندهم نفس التخصص؟ خلك نادر، خلك مميز، لأن في النهاية هذا هو مستقبلك. مثل ما قلت لك كلهم مستشارين، أما أنت فصاحب قرار. ولا تنسى ترى ما 8 ساعات والله ثقال لو ما كان هذا تخصصك اللي أنت تبيه. وخبرنا الأخير راح يكون من جريدة الشرق، قدرات للتنمية يطلق مبادرة استبدلها وخذ الأجر، حيث يقدم مركز قدرات للتنمية مبادرة استبدلها وخذ الأجر بالتعاون مع قطر الخيرية، والتي تستهدف الأسرة القطرية المعطاءة والتي اعتاد أفرادها في مثل هذا الوقت على تجهيز الهدايا الرمضانية بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل، والتي تقدم للأهل والأحباب والأقارب وأيضا الأصدقاء. ولتقديم هذه الهدايا يتم بذل الجهد والمال والوقت، ولأننا في فترة ابتلاء
فواجبنا تسخير الوقت والجهد والمال في التقرب لله عز وجل ولحث المجتمع على الصدقة الجارية وتماشيا مع المسؤولية المجتمعية في الحجر المنزلي، حرصا أيضا على سلامة الجميع وطمعا في المشاركة بتقديم هدية دائمة الأجر والثواب. لهذا تم تقديم هذه المبادرة مع قطر الخيرية لاستبدال الهدية العينية الرمضانية بهدية صدقة جارية مثل إفطار صائم، كفالة يتيم، مساعدة أسرة وغيره من هذه المجالات الإنسانية. وقد أطلق مركز قدرات للتنمية برنامج ملتقى رمضان 16 تحت شعار كأنك تراه، والموجه للنساء والأطفال وجميع فئات المجتمع. يهدف الملتقى إلى شحذ الهمم لاستثمار القدرات وعمل الطاعات وبذل الخير للنفس والمجتمع وتعريف الأطفال بأهمية شهر رمضان والاستعداد له. وتم تقديم العديد من المسابقات والأفكار من خلال منشورات وفيديوهات يتم نشرها من مواقع التواصل الخاصة بالشبكة العنكبوتية. نتمنى بإذن الله أن يدخل علينا رمضان وإحنا كلنا بخير وسلامة، لا فاقدين ولا مفقودين. هذه كانت كل أخبارنا لهذا اليوم، وعودة لك زميلي محمد. كل الشكر أكيد. يعطيك العافية أختي تماطر. طبعا مستمرين معاكم مشاهدينا في برنامج في الضحى. آخر خبر كان من جريدة الشرق، كثير من الحملات وكثير من المبادرات اللي احنا قاعد نشهدها في قطر وخارج قطر كذلك، ولكن احنا هدفنا نسلط الضوء على المبادرات اللي احنا موجودة عندنا في قطر وكذلك الحملات اللي موجودة عندنا في قطر. وأكيد من ضمن حلقتنا لهذا اليوم راح نسلط الضوء على المبادرات والحملات اللي موجودة عندنا. قاعد نتكلم من بدايتنا من بداية الصباح على جمال الجو وأهمية الجو وكيف نستثمر وقتنا وكيف ان احنا ننمي قدراتنا. طبعا مع هالجو الحلو تقدرون تطلعون الحين الصبح، بس مو تطلعون برا، تطلعون يعني بالحوش بالحديقة تستمتعون بجمال الجو. على جمال الجو أي. احتمالية انه بكرة يخف وما راح يكون بكمية الامطار اللي قاعد نشوفها. عندك تنبؤات يعني؟ يعني قعدنا نشوف نقرأ، بس اكيد عندنا اتصال هاتفي مع السيدة أمينة الملا راح تعطينا تفاصيل عن حالة الطقس اليوم وبكرة إن شاء الله من الهيئة العامة للطيران تحديدا. نتعرف على حالة الجو مع أختي أمينة. صباح الخير. صباح النور، يا مرحبا أختي أمينة، تفضلي حالة الطقس اليوم، وهل راح تكون ممطرة غدا ولا لا؟ إن شاء الله. بداية نحمد الله على هذه الأمطار الجميلة، وإن شاء الله تكون أمطار خير ورحمة على البلاد، ويرفع الله الوباء عنا يا رب العالمين. عن نشرتنا لليوم، لاحظنا من مساء الأمس تدفق السحب بشكل تدريجي وتم هطول أمطار متفرقة وزادت مع منتصف الليل وشملت معظم مناطق البلاد. كانت هناك أمطار رعدية على بعض المناطق، وأيضا كان هناك تساقط لحبات البرد على بعض المناطق. لا تزال فرص الأمطار مستمرة بإذن الله، تستمر الأجواء الغائمة ويستمر هطول الأمطار وتكون بشكل متفاوت في الغزارة. من المتوقع أن تكون هناك خلايا رعدية وتكون بشكل متقطع طيلة اليوم وتستمر حتى يوم الغد بإذن الله. الرياح السائدة لليوم تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة وتصل 30 عقدة مع الأمطار الرعدية. عن الحالة البحرية، تستمر التحذيرات البحرية بالأمطار الرعدية والرياح القوية. تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة مع هبات تصل 40 عقدة مع الأمطار الرعدية، وبذلك يرتفع الموج ليكون ما بين 3 إلى 6 قدم ويصل 12 قدم أحياناً. وبالأخير ننوه أن هذه الفترة هي فترة سرايات، تكون الأجواء متقلبة. ننصح دائما باتباع إرشادات السلامة ونحذر من خطر الصواعق، وننصح بالبقاء داخل المنزل أثناء العواصف الرعدية. نتمنى للجميع السلامة وحفظ الله الجميع. كل الشكر أكيد لك زميلة أمينة الملا من الهيئة العامة للطيران المدني على نقل لنا حالة الطقس أكيد، ونتمنى دائما الدوحة تمطر بالخير وأجواء فعلا جميلة نستمتع بوجودها سواء كنا داخل البيت أو في الحوش. أهم شيء أن احنا نكون أيضا من أجل قطر في البيت. صح. لكن من على طار البيت، إيش رأيك أنت تكلم أكثر عن الأسرة؟ هو بما أن اليوم أصلا مخصص الأسرة فإحنا خلينا حلقتنا تتكلم عن الأسرة بشكل كبير. نقول أعطي حبك أيضا للأشخاص اللي حولك وتحديدا للأسرة. ليش؟ لأن قد تكون هناك أيضا بعض المشاكل
لابد أن يكون أيضا في تنازل في المقابل، يعني وإن وجدت يعني بعض الأحداث أن احنا نجمل الأسرة بما فيها من تفاصيل، نحاول نحن نحل الجلسة بحوارات قد تكون موجودة، نوثق أيضا ذكرى، يعني نوثق بعض التفاصيل بالذكرى. كل أسرة موجودة أكيد مرت في أزمنة، زمن يتعلق بالجوال، زمن يتعلق بالصور والذكريات، أكيد عندكم ألبوم صور في البيت. أكيد طبعا، فكل ما تشوفونه تذكرون الأجواء شلون كانت في الأسرة. صحيح، حتى تتذكر اللحظات المهمة والأفراد اللي موجودين معاكم بالأسرة، فالواحد يحافظ على أسرته وعلى سلامة أسرته. شكرا لكل فرد في الأسرة، الأب وتحديدا الأم، لأن الحين هي مش عشان العنصر النسائي لا والله، ولكن فعلا الأم لها دور كبير جدا مع هذه الأزمة. يمكن الكثير قاعد في البيت، ولكن الأم شغالة كيف توفر جو ملائم للأب للأبناء، من خلال فعاليات، من خلال طبخ، من خلال أمور كثيرة قاعد تقدمها الأم وتقدمها المرأة. فتحية لكل فرد في الأسرة، الأم الأب والأبناء. فعلى طار الأسرة، أي على طار الأسرة، احنا نقول دائما يعني نديم السعادة على كل أسرة في قطر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لن يكون يوم الأسرة هذا العام في قطر كسابقيه، ورغم أن الأسر كلها ستكون مجتمعة في هذا اليوم، لكن طعم الاحتفال به سيكون مختلفاً. الأسرة التي خصصت لها قطر يوماً خاصاً في 15 من إبريل من كل عام، يحل هذا العام في ظروف استثنائية فرضها انتشار وباء كورونا المستجد والحجر المنزلي الناتج عنه. لكن التشارك والسلام سيبقيان في صلب هذا الموضوع، وإن اختلف الاحتفال على مستوى الشكل والمكان، الأزواج سيتعهدون على التعاون ونبذ العنف، والعائلات ستؤكد على تماسك وصلابة العلاقات. ولعل جائحة كورونا تكون مناسبة لاختبار قدرات الأسر على التعاطي مع الأزمات الخارجية التي فرضت عليهم هذه المرة قضاء وقت أطول سوية. فهو يوم عظيم للبقاء مع العائلة وإحيائه عبر نشاطات تزيد من الترابط الأسري. يعتبر هذا اليوم اعترافاً بقوة وقدرات اللبنة الأساسية للمجتمع. الاحتفال به يساعد على المساهمة في تنمية الوعي بأساليب وطرق الوقاية من الأزمات الأسرية، إضافة إلى توعية أفراد الأسرة على التدابير الاحترازية اللازمة لمنع حدوث الأزمات المستقبلية، بما يكفل حماية الأسرة من المخاطر المهددة لتماسكه واستقراره. لكل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله في برنامجكم الصباحي برنامج في الضحى. قلت لكم راح يكون عندنا، راح نتحدث عن حملات وعن مبادرات كثيرة موجودة في قطر، بما أنه هو اليوم يوم الأسرة في قطر، فأكيد راح نتحدث عن هذا الجانب. من بعد هذا التقرير عندنا طبعا مركز الاستشارات العائلية وفاق أطلق، طبعا هو التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حملة إعلامية توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر واسم يا حلو سوالفنا، بمناسبة طبعا الاحتفال بيوم الأسرة في قطر والذي يصادف 15 أبريل من كل عام. طبعا تتناول الحملة موضوع الحوار الأسري في ظل التحديات والتغيرات المعاصرة، فراح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف عبد الرحيم محمد المفلحي، أخصائي في وفاق. حياك الله معنا. صباح الخير استاذ عبد الرحيم المفلحي، اخصائي داعمين وشركات بمركز وفاق. نصبح عليك وناخذ هذا الاتصال الهاتفي لان عندنا مجموعه من الاسئله. صباحك الله بالخير اختي حنين واخوي محمد، اشكركم على هالاستضافه، وبدايه اسمحوا لي اتقدم بالتهنئه لجميع الاسر في دوله قطر بمناسبه هاليوم، واللي اتمنى لهم دوام السعاده والتماسك الاسري. تمام، في البداية أخوي لو تحدثنا عن الحملة التوعوية التي أطلقها مركز وفاق عبر منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الأسرة في قطر. وطبعاً يعني وفاق حريصين هذا المركز أنه دائماً يقدم لنا كل ما هو جديد وكل ما هو مميز، وأنه دائماً يواكبون الأمور.
شكرا اختي حنين. فيما يخص حملة يا حلو سوالفنا واللي اطلقها مركز وفاق بمناسبة يوم الأسرة في قطر عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الحملة تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، تحتوي على مجموعة من الرسائل والفلاشات التوعوية واللي نسعى من خلالها للوصول للوالدين وإلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور عبر هالرسائل المختلفة. نهدف من الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية الحوار الأسري في تحقيق التقارب والتآلف بين أفراد الأسرة، خاصة في العلاقة بين الآباء والأبناء. اخترنا هالعام الشعار اللفظي يا حلو سوالفنا، واللي استخدمناه كهاشتاج للترويج لمواد الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي. صحيح، وأيضا في المقابل طبعا نرحب فيك بوجودك معنا، وسعيدين أيضا بوجود وفاق على كل ما تقدمه من أشياء كثيرة تخدم المجتمع ككل. يعني دعت أيضا صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر إلى تخصيص يعني وجود يوم الأسرة القطري في عام 2004، واستمر هذا الأمر إلى يومنا هذا. يوم أسرة قطري هذا شنو معناه؟ ودنا فعلا تعطينا شنو ممكن يكون التبعات أو النتيجة من وراء وجود هذا اليوم. شكرا أخوي محمد، ومثل ما أنت بديتها في تخصيص يوم للأسرة، فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر جتها الفكرة في عام 2004 على هامش مؤتمر الأسرة العالمي اللي استضافته دولة قطر بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية. صحيح. واللي دعت فيه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في ختام المؤتمر إلى ضرورة الاحتفال بيوم الأسرة، واعتماد 15 أبريل من كل عام للاحتفال بهذا اليوم لكافة الأسر في دولة قطر لتسليط الضوء على ضرورة رعاية الأسرة بجميع فئاتها، وتخصيص يوم لإبراز أهمية تحقيق التماسك الأسري. نعم أخوي عبد الرحيم، ما هي أهم المكتسبات التي تم تحقيقها بهذا الخصوص في السنوات الماضية؟ الحمد لله، منذ بداية الاحتفال بهاليوم مركز وفاق حريص على تعزيز الوعي بأهمية التماسك والاستقرار الأسري تحقيقا لرؤية قطر الوطنية، بالإضافة لاستراتيجية التنمية الوطنية اللي أولت اهتمام بالغ بالأسرة صفتها اللبنة الأولى والأساسية في بناء المجتمع. فمثل ما تعرفون أن نهوض المجتمع ما يتم إلا عبر الأسرة، وإحنا في مركز وفاق حرصنا عام بعد عام على تكثيف الجهود والتعاون مع كافة قطاعات الدولة للاحتفال بها اليوم، تقديم مجموعة من الأنشطة التوعوية اللي نسعى من خلالها المساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والتماسك الأسري. جميل. والحمد لله في كل عام نلتمس تعاون كافة الجهات. جميل، أنا صراحة ودي أيضا أدخل في قيم هذه السنة، قيم هذا العام: الاحترام المتبادل، التقبل، التعاطف والتآلف، والمشاركة الأسرية. وجود الاحترام اليوم ووجود مثل هذه القيم اللي لابد تكون موجودة في إطار الأسرة الواحدة سواء كانت قطرية أو غير قطرية، هي الأسرة بشكل عام، وجود هذه القيم شنو ممكن تضيف للأسرة نفسها؟ الحمد لله احنا نحرص بكل عام على تسليط الضوء على مجموعة من القيم اللي نسعى لتنميتها في الأسرة، وكافة القيم اللي نسعى تسليط الضوء عليها تهدف إلى تعزيز الهدف الرئيسي وهو تعزيز قيمة التماسك الأسري. هالعام اخترنا مجموعة من القيم هي قيمة الاحترام المتبادل، واللي تكون بإظهار الشعور والتقدير من خلال الأفعال الإيجابية والحوار البناء بين أفراد الأسرة. اخترنا قيمة التقبل، واللي نهدف من خلالها إلى تقبل الاختلاف في الآراء والأفكار والميول بين الأبناء والآباء. اخترنا قيمة التعاطف والتآلف، واللي من خلالها أفراد الأسرة يجب أن يظهروا العطف والحنان بين أفراد الأسرة. صحيح. من خلال السلوك وتعاملهم اليومي، بالإضافة لقيمة المشاركة الأسرية واللي هدفها تحقيق التكاتف والتساند بين الأبناء والآباء. نعم أخوي عبد الرحيم، يعطيك العافية أمانة على جهودكم اللي احنا قاعد نشوفها بشكل مستمر، كيفية استغلالكم لمنصات التواصل الاجتماعي في إيصال الرسالة وطرح المواضيع وإيصال المواضيع. نتكلم عن
دور منصات التواصل الاجتماعي في الظروف الراهنة مع هذه الأزمة اللي احنا قاعد نمر فيها، وكيفية انتم استغليتوها واستثمرتوها؟ مثل ما تعرفون ان الظروف الراهنة والحمد لله اللي نتبعها لتخفيف انتشار فيروس كورونا، حرصنا هالعام استغلال تواجد أفراد الأسرة في المنزل. استفنا جهودنا التوعوية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نقلنا كافة الأنشطة اللي اعتدنا نسويها على أرض الواقع من محاضرات توعوية وأنشطة تفاعلية، نقلناها للمنصات الرقمية. الحمد لله عندنا مجموعة من المحاضرات والأنشطة التوعوية اللي قاعدين نعلن عنها باستمرار، واللي بتكون إن شاء الله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. الجميل أيضا وجود دورات أونلاين راح تستمر أيضا إلى الأسبوع القادم. هذا فعلا يشكل ناتج جميل بالنسبة للي ما لحق إنه يكون موجود اليوم يكون معاكم الأيام القادمة، بوجود أيضا شخصيات كثيرة تقدم هذه الدورات أونلاين. يعني هذا معناه أن العمل لا يتوقف بسبب مشكلة معينة أو أزمة صحية أو غيره، العمل لا زال مستمر والعطاء مستمر. لكن نتكلم بالنسبة للحوار الأسري، الاحترام اللي يكون بالنسبة للحوار، وشعاركم لهذه السنة يا حلو سوالفنا، نتكلم عنه أكثر. يا حلو سوالفنا هالعام مثل ما قلنا احنا نهدف إلى تسليط الضوء إلى أهمية الحوار الأسري بين أفراد العائلة. مثل ما تابعتوا إذا تابعتوا الهاشتاج على كافة منصات التواصل الاجتماعي بتشوفوا شلون احنا قاعدين ننشر رسائل توعوية نهدف من خلالها إلى تعزيز قيمة الحوار، شلون نتحاور مع أبنائنا، شنو قيمة الحوار، ليش شلون نقدر نسمع أبنائنا ونتقبل آرائهم المختلفة. أخوي عبد الرحيم، هل واجهتوا صعوبة بأن يكون هناك تفاعل؟ لأن أنتم قلتوا نقلنا كل شيء إلى منصات التواصل الاجتماعي، واجهتوا صعوبة في تفاعل الأسرة معاكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل واجهتوا صعوبة في نقل نشاطاتكم وفعالياتكم إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا أنتم مدرجين أصلاً وكنتم معتمدين اعتماد كبير على منصات التواصل الاجتماعي؟ وهذا الحال حال الكل، يعني صارت منصات التواصل الاجتماعي جزء أساسي وقوي وفعال جداً في نقل وإيصال أي رسالة. صحيح أختي حنين، مثل ما تعرفين أن هذه أزمة جديدة علينا، بس الحمد لله مركز وفاق من لديه دليل إجراءات للتعامل مع كافة الأزمات. إذا تكلمنا عن قبل الأزمة وتفاعلنا في منصات التواصل الاجتماعي، الحمد لله إحنا كنا دائما توجهنا لمواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأقرب والأسرع للوصول لكافة أفراد المجتمع. لدينا العديد من المتابعين والحمد لله لدينا تفاعل مستمر على مدار اليوم. ففي ظل الظروف الحالية تم تكثيف الجهود أكثر في تفاعل في تقبل من المجتمع، والحمد لله الوعي صار للاستفادة من هذه المنصات أو الاستفادة من خدمات المركز بشكل عام عن بعد صار أفضل. أيضا كل الشكر لك ولجهودكم أكيد في يوم الأسرة القطري، على كل ما تقدمونه في المقابل لوجود حلول بديلة عن طريق مركز وفاق للاستشارات العائلية، والله يقويكم جميعا يعني كل العاملين في هذا المركز. شكرا لك الأستاذ عبد الرحيم المفلحي. كل الشكر لك أخوي عبد الرحيم، ما قصرت على المعلومات اللي أنت قدمتها لنا، وأكيد هناك دائما جنود وجند مجهولين متواجدين سواء عبر شاشات التلفزيون من خلال منصات التواصل الاجتماعي. كل عمل لازم أنه ينجح وراء مجموعة كبيرة، وأكيد كل عمل لازم ينجح وراء الأسرة علشان تعطينا هؤلاء الأفراد اللي قاعد يشتغلون في المجتمع مواضيع عديدة وحملات، ولكن بعد الفاصل.
صباح الخير على الجميع وصباح الخير على كل أسرة في قطر. بمناسبة يوم الأسرة القطري أكيد نلقي التحية على كل فرد اليوم أنه يسعى أنه يحترم ويحاول أنه دائما يتمسك في الأسرة حوله بأي طريقة ووسيلة كانت. والاحترام المتبادل أمر أساسي سواء كان في الحوارات وغيره، ونحن نصنع حالة من السلام أيضا بالنسبة للعائلة ككل بأفرادها، واختلاف أيضا الظروف اللي تمر فيها سواء في حالات الرخاء أو في حالة الأزمات، ونحاول دائما نحن نوجد حلول لمشاكل موجودة. بما أن أخوي محمد ذكر أن هناك تعاونات وجهود للأسرة، هناك تعاونات وجهود للشركات والجهات وكذلك لجميع الأفراد، خلينا نشوف هذا التقرير. في الموعد جاهزون وحاضرون، أمننا على الطرق يراعون ويهتمون، سلامتنا همهم واهتمامهم، وعند المحن لنجدتنا يسرعون، إنهم رجال المرور الذين بالتعاون معهم تم إطلاق حملة توعوية هدفها المحافظة على سلامة الجميع. طبعاً هي عبارة عن مبادرة ما بين الإدارة العامة للمرور وأيضاً شركة كنتس موندوز. هذه المبادرة يعني الهدف منها طبعاً اللي هو المحافظة على سلامة المواطن والمقيم وصحته وأمنه أيضاً داخل دولة قطر. الأمن والصحة والسلامة تعتبر من الأهداف الرئيسية للإدارة العامة للمرور في كل الأحوال، وبما أن نحن نعيش في هذا الوضع الحالي حالياً فكان من الضروري ايضا ان يعني نبتدي شيء من هذه المبادرات، نحاول من خلالها ان احنا نعطي نصائح توعويه لقائدي المركبات، وايضا في نفس الوقت نعطيهم الماده اللي ممكن يحافظون فيها على نفسهم. شخصيات كرتونيه من مدينه كيتس موندو ومركز مينيبوليس تواجدت بالتعاون مع الاداره العامه للمرور ضمن هذه المبادره المجتمعيه، وذلك لإيصال رسالة توعية للجمهور وخاصة الصغار للحد من انتشار فيروس كورونا وتوزيع المستلزمات الوقائية على المارة في الحواجز المرورية والتذكير بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل. عدنا من جديد ونعود بالنسبة لحملة نعين ونعاون، نتعرف أكثر أكيد عن تفاصيلها مع الأستاذ سلمان النعيمي عبر الهاتف المشرف العام على ملتقى المزارعين القطريين وحملة نعين ونعاون. نقول لك صباحك سعيد ويعطيكم الصحة والعافية. أصبح عليك أخوي وأصبح على كل من يشاهدنا عن طريق إذاعة التلفزيون قطر إن شاء الله. أخوي سلمان يعطيك العافية، بداية لو تكلمنا عن حملة نعين ونعاون ونعرف مشاهدينا عليها أكثر. حملة نعين ونعاون هذه جاءت من ضمن حملات ومبادرات تقوم فيها كتارة بتوجيهات سعادة المدير الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي. حملة نعين ونعاون هذه جاءت بالتعاون مع ملتقى كتارة للمزارعين القطريين لدعم الكوادر الطبية والأسر المحتاجة في دولة قطر إن شاء الله. جميل، نتكلم أيضا عن يعني هل عندكم خط ساخن؟ شلون بالنسبة للأشخاص يعني الفئة المستهدفة، يعني إلى من موجهة هذه الفكرة بشكل أكبر؟ والله أخوي في خطوط ساخنة، إحنا تنسيقنا كله مع أخواننا في الهلال الأحمر. نعم. بحيث يزودون هم بالأسامي للناس المحتاجة، وإحنا يعني اهتمام الحملة هذه اهتمام كلي بالكادر الطبي اللي موجودين في المحاجر، يقدمون لهم أخواننا المزارعين يدلعون في اللي هم قاعد يسوونه ويسهرون عليه عشان حفاظ الأمن في البلاد إن شاء الله. طيب الهلال الأحمر القطري كان له دور كبير جدا معكم في هذه الحملة، لو تحدثنا عن دور النادي الأهلي الرياضي معكم في هذه الحملة. هم من الجهات الأساسيين صراحة الهلال الأحمر وأخواننا في نادي الأهلي، نشكرهم صراحة بتقديم لنا أخواننا المتطوعين اللي يساعدونا في توزيع الحصص الغذائية بالنسبة حق في كتارة أو حتى في المحاجر أو في الكوادر الطبية والوحدات السكنية اللي فيها كوادر طبية. أكيد، لكن بالنسبة لوجود
في المقابل تقديم خدمات أو تقديم أشياء، يعني في حملة نعين ونعاون، نتكلم عن ما تقدمونه، شنو الأشياء اللي تقدمونها في هذه الحملة للغير؟ احنا الحملة هذه تقدم طال عمرك الخضروات اللي جينا من عند اخوان المزارعين القطريين. الخضروات هذه جينا يوميا يتم توزيعها، اول شيء ننسق مع الهلال الاحمر بحيث ان نغطي الوحدات السكنية للكوادر الطبية، وبعدين احنا عندنا توجه ثاني بالنسبة حق الاسر المحتاجة بعد تنسيقها يكون مع اخواننا في الهلال الاحمر. فاذا زاد عندنا المحصول اللي جينا من عند اخوان المزارعين يتم توزيعه يوميا في كتارة في المنطقة الجنوبية من الساعة 10 الصبح لين الساعة 1 الظهر إن شاء الله. إنزين أستاذ سلمان، نتكلم عن الجهات بشكل عام المتعاونة معاكم، الهلال الأحمر، نادي الأهلي الرياضي، و هذا الجهتين هم المتعاونين معنا، والمزارع هم مش متعاونين، هم أساس المبادرة هذه. أي المزارع اللي تحصلون على الخضروات منها اللي يتم توزيعها؟ جميع المزارع، المزارع للأمانة يعني اللي أنا لاحظتها في المبادرة هذه، المزارع القطرية اللي موجودين معنا في ملتقى ملتقى كتارة للمزارعين القطريين. طيب. وعليه حتى المزارعين اللي مش مسجلين في الملتقى جزاهم الله خير، يوم شافوا المبادرة هذه وشافوا الإعلانات عن طريق التواصل الاجتماعي شاركونا في المبادرات هذه. يعني فنقدر نقول إن جميع حريص إنه يكون متواجد معاكم في نجاح ومعاونة ومساعدة جميع المحتاجين في هذه الحملة. صحيح. جميل. نتكلم عن هذه الخدمة المجتمعية اللي لابد تكون موجودة عند الكل، هي مسؤولية مجتمعية بشكل عام يعني، لكن والحمد لله الخير موجود والخير وايد وما حد ينقصه شيء في هذا البلد، لكن نتكلم عن نعين ونعاون، عن هذه الحملة وهذا الاسم، يعني شلون نشأت هذه الفكرة عندكم في كتارة؟ الاسم هذا حملة نعين ونعاون، أو اسم نعين ونعاون، هذه كانت مبادرة حق إخوان السوريين، أن كتارة طال عمرك كانت تجمع التبرعات بالتعاون مع الهلال الأحمر، وكنا نرسل المعونات حق إخواننا في سوريا، فهذا الاسم مدرج في من ضمن حملات نعين ونعاون، فاليوم احنا أطلقناها بالتعاون مع ملتقى كتارة للمزارعين القطريين وخليناها بنفس الحملة اللي هي نعين ونعاون. أخوي سلمان يعطيك العافية، ودائما كتارة سباقة وحريصة أنها تكون موجودة في كافة النشاطات والفعاليات والأزمات، وفي كافة الظروف نشوف كتارة تقدم مجموعة كبيرة من النشاطات والفعاليات والحملات والمبادرات اللي احنا قاعد نشهدها. هناك مبادرات أخرى تعمل عليها كتارة لو نتحدث عنها بطريقة سريعة؟ عندنا احنا اليوم ان شاء الله في مبادرة اطلقناها من يومين تقريبا، هي سفطان كتارة. هذه المبادرة ان اخواننا المتبرعين بالتبرعات العينية ان شاء الله يتواصلون معي باذن الله لتجهيز سفطان كتارة، عبارة عن سلة غذائية لشهر رمضان المبارك ان شاء الله. كل الشكر لوجودك الاستاذ سلمان النعيمي، شكرا ايضا لكتارة على كل ما تقدمه من جهود، الله يقويكم اكيد، ونأخذ أيضا من هذه الحملة حملة نعين ونعاون كمثال، أن احنا أكيد كمجتمع واحد لابد نتعاون. أكيد أكيد نشكرك على وجودك، ولكن من جانب أيضا المجتمع، من جانب الأسرة، نسعى دائما بأن احنا نقدم العون والمساعدة. واجبنا اليوم تجاه أسرتنا أن احنا نخفف الحمل على هذه الأسرة، وعشان تضغى عليها الشعور بالسعادة والشعور بالسلام. نعم، شكرا لك اخوي، وشكرا لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا في حلقتنا لهذا اليوم، والشكر الاكبر لكل اسره قاعده تتابعنا. نشوفكم على خير في حلقه قادمه ان شاء الله.